السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله مع بعض النهاردة بصدور الفراخ هنجهز غدا سهل وسريع، مقادير بسيطة وتحضيرها في أقل من 20 دقيقة، والطعم تحفة جدا إن شاء الله، تجربوها وتعجبكم. عندي 400 جرام من صدور الفراخ، بعد ما غسلتها كويس ونقعتها في المحلول قطعتها لمكعبات حجم وسط. هحتاج معاها من الخضار فصين كبار من التوم مفرومين ناعم، وبصل ابيض شرايح، وفلفل الوان شرايح، والتوابل اللي هحتاجها ملح وفلفل اسود وقرفه وزنجبيل وتوم بودر وبابريكا ورشه من السكر. ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. انا هخلط التوابل كلها مع بعض في بوله لان هحتاجها على مرحلتين. اخلط التوابل كويس، وبعد كده هنبدأ نجهز الصوص اللي هنعمل بيه الفراخ، الصوص الخطير، جربوه هيعجبكم قوي. في بولة هضيف عصير برتقالة حوالي 1/3 كوباية، معلقة صغيرة من الخل، عصير نص ليمونة، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم. وعندي التوابل اللي احنا جهزناها هاخد منها حوالي معلقة كبيرة. هخلطهم الاول مع بعض، وبعد كده هبدأ اخفف الصوص بيه المية. هضيف حوالي 1/3 كوباية من المية، وبقى عندي الصوص جاهز. الصوص ده طعمه خطير جدا، دايما تتبيلة الفراخ او البط او اي حاجة من اللحوم بعصير البرتقال بيديله نكهة وطعم حلو جدا. في طاسة على البوتاجاز هضيف 3 معالق كبار من الزيت مع معلقة كبيرة من الزبدة، وهستنى لحد ما يسخن، وبعد كده هبدأ اشوح فيها مكعبات الفراخ. هنشوح الفراخ على نار عالية. مهم جدا على نار عالية علشان ما تنزلش المية بتاعتها. مجرد بس ما تغير اللون هقلبها الناحية التانية، انا مش عايزاها تتحمر خالص. بعد كده هعمل كده فتحة في النص، وهضيف التوم المفروم وهشوحه الاول لحد ما ابدأ اشم ريحة التوم، وبعد كده هقلبه مع الفراخ. اول ما نشم ريحة الفراخ المتبلة بالثوم هضيف التوابل، باقي كمية التوابل اللي احنا جهزناها، وبرضو هشوح التوابل. انا عايزة التوابل تتحمص برضو في الزيت والزبدة اللي موجود. اول ما ريحة التوابل تبدأ تطلع هضيف الخضار. انا مستخدمة فلفل الوان الاحمر والاصفر والاورنج، هقلبهم برضو لحد ما اشوح الفراخ مع الخضار، وتبدأ تظهر عندي ريحة الخضار، البصل والفلفل. هنضيف عليهم العصير او الصوص اللي احنا جهزناه، صوص البرتقال، وبعد كده هغطيها وهسيبها على نار وسط لحد ما تستوي. انا عندي مكعبات الفراخ حجم وسط، هتاخد بالكتير قوي 18 دقيقة او 20 دقيقة حسب الحجم اللي انت عاملاه. لو ممكن نقطعها شرايح رفيعة مش هتاخد ربع ساعة. وبقى عندي الوصفة جاهزة، سهلة وسريعة وريحتها تجنن. جربوها، ريحة وطعم حلوة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بنقدمها مع الرز بشعرية، او لو حابة مع الرز بسمتي. انا بحب دايما اعملها مع الرز البسمتي بالخضار، بيبقى طعمهم خطير جدا مع بعض. كده خلاص تمام، الوصفة بقت جاهزة. هنزينها بالبقدونس ونقدمها مع الرز. انا عملتها وهقدمها مع الرز بالخضار ان شاء الله. اللي حابب طريقة الرز بالخضار اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ده عندي الرز بالخضار، اتمنى الوصفة تجربوها وتعجبكم، وتقولولي رأيكم في التعليقات ان شاء الله. مع الف سلامة.